أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة يوم طال السهر يا حسرة يوم طال السهر يا حسرة يوم ضاعت الأعمار يا حسرة على الساعات واللحظات يا حسرة على الليل والنهار يا حسرة على أصحاب لم ينفعوا يا حسرة على أحباب لا يشفعوا يا حسرة على عمر مضى وزمان ولى وانقضى يا حسرة إذا كشف الديوان بخطيئة اللسان وزلات الجنان يا حسرة يوم يعرض على الله حافيا عاريا يا حسرة إذا عرض الشباب وما فيه من خطأ وصواب ولم يفقد العبد فيه زلة ولا حسرة بين يدي الله رب الأرباب يا حسرة على 30 عاما أو 40 أو 50 أو 60 حين يلقى العبد بها الله رب العالمين يا حسرة على ما فرطت في جنب الله ذهب الليل فما تمتعت عيني بالبكاء فيه من خشية الله ذهب الليل وما تمتعت قدمي بالوقوف بين يدي الله يا حسرة يوم يذهب الليل يوم يذهب العمر يوم يذهب العمر دون وجود الغنيمة والنخر يا حسرة يوم طلعت شمسه يوم مضى ليله وطلعت شمسه ولم تنعم يداه بالسجود بين يدي الله يا حسرة على صلاة أضعتها يا حسرة على زكاة منعتها يا حسرة على أيام أفطرتها يا حسرة على ذنوب فعلتها يا حسرة على خطايا تلبست بها يا حسرة إذا كثر الديوان وعظم الوقوف بين يدي الله الواحد الديان يا حسرة وهل تغني الحسرات يا حسرة وهل يؤذن بالرجوع عند الممات يا حسرة يوم لم أشكر النعم يا حسرة لم أشكر الله على دفع النقم يا حسرة يوم لم ينهج لساني بذكره يا حسرة يوم لم يتلذذ لساني بشكره يا حسرة يوم فاز الفائزون وغنم الغانمون وجئت سر اليدين مما هم فيه يتنعمون يا حسرة يوم فاز الصالحون بالدرجات وسموا إليها بنفوس عاليات ماديات ووقفت في الأخريات أنظر إليهم بتلك الحسرات يا حسرة ولو كنت مطيعا على ما فرطت في جنب الله إن كنت مستطيعا يا حسرة